السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن عرب وقناة سباك محترف. مفاجأة جديدة يا جماعة لكل مقيمين دولة الكويت، إن شاء الله في معلومات جديدة عن أونلاين للإقامة، تجديد إقامة الوافدين أونلاين. في خطوة تمهيد لإنجاز معاملات تجديد إقامة الوافدين أونلاين، طبعا هنزل لكم الرابط في أسفل الفيديو علشان تعرفوا تدخلوا على الموقع، وهو ده الموقع تمام، هتدخل عليه www.gov.kuwait وتدخل تعمل المعاملة بتاعتك، تقدم معاملتك من غير ما تروح جوازات التابع ليها او اي جوازات، بس على الاونلاين. اوكي، شكرا جميعا، وان شاء الله انتظروا معايا هكمل لكم الفيديو واجيب لكم الرابط واجيب لكم كل حاجة ان شاء الله، وجميع المعلومات هتبقى متاحة للجميع. شكرا للجميع، اخوكم سباك محترف. يا جماعة، وده يا جماعة شكل الموقع، طبعا هو انجليزي وعربي، فانا هحوله عربي عشان نشوف مع بعضينا تمام. هيجيب لك البيانات كلها عشان اللي بيتكلم عربي كله يشوفها، لان انا بعملها عشان المصريين والجماعة العرب بتوعنا الوافدين يعني تمام. بس دي واحدة معايا، بس النت بيحمل، معلش هو النت شكله ضعيف ولا ايه مش عارف، اول ما يخلص نكمل مع بعضينا. ده هيبقى كده عندك اليوزر نيم، هتسجل بس الايميل بتاعك وتدخل تعبي البيانات كاملة تمام، تعبي بياناتك كاملة في الموقع وخلاص.